هنا محمد الملقب بكاليميرو، تفضل. طبعا اخواني لان هو داخل باسم كاليميرو، مو انا اسيء له. تفضل اخونا محمد. محمد اقول له محمد ما يجاوب، اقول له كاليميرو. تفضل اخونا كاليميرو. نعم تسمعني؟ هاي حياك الله، هلا هلا. الان حياك الله، من قال لك انها اساءه اصلا؟ ومن قال لك تتحدث عن اسمي؟ سبحان الله العظيم. طيب صحيح. الان الحسين عليه السلام النبي قال صلى الله عليه واله: من حمل علينا السلاح فليس منا. الحسين حمل السلاح على يزيد، هل يزيد شرعي والحسين حمل السلاح علي او لا؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح، يقصد يعني على دينه او على السطو، على مال المسلم وغير ذلك. نعم يزيد شرعي. لحظة. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة معاوية وعلي، قال ان هذا ابني سيد، يصلح الله بينه وبين فئتين حبيبتين من المسلمين، سماهم مسلمين ولم يخرجهم من الإسلام، لأن القتال لم يكن لعقيدتهم ولا شيء. هذا جواب مفصل. طيب. الآن أوقف. لحظة، لا تهرب من الإلزامات. أنت جاوبت وأنا سكت. الآن أنت قلت يقصد النبي. لحظة، شوف أخوان، والله العظيم يخافون من أنني أفكك عبارات هؤلاء. هو قال، استمعت لك وأنا ساكت، الآن لماذا عندما أريد أتكلم تقاطعني؟ الآن أنا ما قطعتك، عندي سؤال. لا، قبل السؤال نكمل. لا أكتب سؤالي. لا اسمع، قبل السؤال نكمل يا أخوان، هنالك حلقة وهنالك سؤال مطروح في الحلقة، جاوب على السؤال وسأل ما تقول. واضح، نكمل السؤال. سؤالي ثم عقب. يلا سؤالي ثم عقب. اي بس نرجع ما تهرب. نعم خذ سؤالي. خذ سؤالي ثم عقب. تفضل. ممكن؟ تفضل. الان في صلح الحسن المعاوية قال انه سوف يعني يسلمه ولاية امر المسلمين على ان يعمل بها كذا وكذا. اين قال حتى افتح الكتاب امامك. شوف الان انا فتحت فتح الباري لمن. نعم. صادق. تفضل اقرا. نعم. من الكتاب تفضل. هذه الفصول المهمه. قرانا السند المالكي علي بن محمد بن أحمد والمجلد الثاني صفحة. أقرأنا السند يا ابن الحلال. حبيبي خليني أتكلم. هدوء، أنا ما قلت تكلم، ما عندي مشكلة. أنت تركت الآن تسألني بدليل. اسمعني، أنت ما تسمعني. اقرأ من الكتاب مع السند، في سند ولا لا؟ نعم، أنا قلت أنا أعلم. لماذا قلت أسألك؟ لأنك مرعوب، أنا أعلم أنك مرعوب. يا أخوان أقول له أقرأ الكلام كاملا. يا أخوان المرعوب، الإنسان المرعوب يقول للطرف الآخر لا تبتر. طب إذا أنا مرعوب من نصف الكلام، لماذا أقول لك أقرأ الكلام كاملا حتى أكون مرعوب بالكامل؟ أنت تقطع الكلام وأنا مرعوب، تكمل الرعب وأقرأ لنا الكلام كاملا. فيا أخي الحبيب، يا نور عيني، أنا مش مرعوب، لكن المرعوب سيتبين. أنا أقول لك فقط أريد أن أفتح الكتاب أمام المشاهدين، اقرأ لي النص مع السند، في سند ولا لا؟ تفضل. نعم، هذه الفصول المهمة في معرفة الأئمة. المالكي المكي، عن من رواه؟ محمد بن محمد. عن من؟ والمجلد الثاني. عن من رواه؟ عن من رواه؟ عن من؟ عن من؟ لماذا تشوش؟ لماذا؟ أخونا بس أقول لك اقرأ عمن رواه. يا ناس أقول له اقرأ عمن رواه، ما أشوش. تفضل. أعطني النص، أذكر أعطني الكتاب واسم المؤلف. لا ألم تقل؟ لا والله ما قلت تعطيني. قلت لك هل عمن رواه، هل مروية بسند ولا لا؟ تفضل. قول العالم، هذا قول العالم. إذن اسمع، إذن هو مو قول
للإمام المعصوم قول عالم قد يقول حقا وقد لم يكذب. يعني علماء ممكن على أئمة ونقله جعفر السبحاني أيضا. اسمع اسمع، أما علمائي ممكن أن يكذبون، نعم تسمونهم علماء ممكن أن يكذبون ممكن، وأما علماء يخطئون نعم ممكن أن يخطئون. وشو يعني؟ أنا ما أستحي من هذا الأمر، أنا ما عندي البخاري وانبطح للبخاري، ولا عندي مسلم وكل ما في مسلم صحيح، ما عندي. عالم من العلماء قال رأي، أوقف هذا العالم أنت والعالم والمالك وغير المالك. أقول له فين الدليل بابا؟ إحنا الشيعة قوم أهل دليل حيثما ما لا نميل. هذه ما لي علاقة أنه أقلد العالم ولا ما، شو دخلي؟ هذه قضية معرفية تاريخية. قال المالكي، قال الصدوق، قال فلان، قال فلان. أقول له فين الدليل؟ لأنه الذي يطوق أعناقنا هو قول المعصوم. فهمت؟ طيب الآن تفضل اقرأنا من البداية. أفهم منك، أنت تنكر شروط الصلح؟ أنت تنكرها؟ شوف أخواني، هرب إلى موضوع آخر، إلى شروط الصلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ليش قلت له الآن أبقى؟ لأنه من راح يقرأ راح يتشذب، ومن يتشذب راح ألحقه وأقول له يشتت الموضوع. شفت أخواني عندما قال أريد أسألك لين حتى يهرب من الإلزام يا وأنا الآن والله نسيت شو كان موضوع الأول اللي أردت أن ألزمه. هو قال إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح ليس منا. قال معناه النبي يقصد من حمل علينا السلاح من أجل المال ومن أجل ما أعرف إيش. صلحوا لي إخواني، كتبوا لي إذا أنا نقلت كلامه خطأ، صلحوا لي من أجل المال. سؤال قبل أن أسألك عن الدليل، لأن راح أصدمك بالدليل. عائشة خرجت من أجل الفلوس؟ تفضل. كنت أعلم أنك سوف تهرب يا وعد اللامي. هو مو قال أنا أكمل يا إخواني، أنا مو سألته. شوف أنا هذه أفعال الصبية والله ما أحبها. الآن أنا سألت سؤال هو أجاب، فأردت أن أقول أين الدليل وألزمه نكمل ونعبر إلى السؤال. هو سألني يقول تارب زين. الآن أسأل سؤالك، تفضل أسأل سؤالك، بس نرجع إلى السؤال اللي سألته. تفضل. نعم إخواني، هذا ما هذا ما تقول كتب الشيعة، معاوية ابن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة رسول الله، وهذا نقله السرحاني، وعندي عدة نصوص من كتب الشيعة تقول بهذا الشروط، وتحدى وعد اللامي ينكر هذه الشروط. الآن السؤال، هل إذا أطعت أنا الحسين واتبعت معاوية على أنه والي يعني أمور المسلمين، هل أنا ضال أم أنا على هدى؟ هذا هو سؤالي. شوف أنا سكتت كملت. الآن أنت وعدتني وعدتني أن نرجع إلى السؤال صح؟ قلت لي فقط أسأل وسجله، وأنا سجلت أنا سجلت السؤال. الآن نرجع إلى جوابي. أنت تفضلت أن، وصحح لي إذا أنا غلطان، أنه من حمل علينا السلاح هذه في قضية الأموال صح؟ قلت في قضية على إسلامه وإيمانه وأمواله وسطره وكذا. لا لحظة لحظة. نعم. لحظة، على قضية إسلامه وإيمانه وأمواله يعني كلها نعم. مجتمعة. نعم أيوة. يعني الآن الحسين خرج بالسلاح على يزيد بن معاوية، يزيد بن نعم. معاوية أنت تفضلت أنه شرعي صح؟ نعم شرعي. الآن إذن الحسين ليس منا في إيمانه ولا في ماله ولا في إسلامه. سمعتم يا أخواني، هو قال أنه من حمل علينا السلاح هي في إسلامه وإيمانه وأمواله، فليس منا. هو قال أمامكم، وقال أن يزيد بن معاوية شرعي والحسين خرج على يزيد، إذن يزيد ليس منهم
في إيمانهم ولا في إسلامهم ولا في أموالهم. تسلم؟ طيب لا ليس هكذا، واسألني لماذا. لا لا لا، الآن انقض علي قبل ما أسألك. انقض علي سوف انقض عليك. تفضل. سوف انقض عليك. تفضل. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحسين تاب وطلب الرجوع إلى يزيد أن يضع يده في يد أحسن. هدو. لا 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 سيدنا، اصبر تاب قبل أن يتوب. الحسين كان منكم أو لا؟ الآن تقول التاب قبل أن يتوب. الحسين وطلب الرجوع قبل أن يتوب بيوم ويومين، كان منكم ولا لا؟ هذه الفرضية، هذه الفرضية. لا لا ما في فرضية أخواني. شوف أخواني، والله العظيم نحن نعرف دقائق الأمور عند هؤلاء القوم. أخواني أنا أفرض فرضية ولا هو قال؟ قال نقضي عليك يا وعد يا لامي أن الحسين يبقى منا. لماذا؟ لأنه تاب. يعني إيش؟ يعني وقع في أمر وتاب منه، صح ولا لا؟ هاي فرضية ولا هذا؟ لما أقول أن الحسين تاب، يسألني واحد تاب من ماذا؟ إخواني فلان تاب، ليش؟ لأنه مثلا أذنب. فلان سرق، تاب من السرقة. فلان تاب من الكذب. فلان تاب من شرب الخمر، صح ولا لا؟ الآن هو قال أن الحسين تاب، سأسأله وسيهرب، وآخر فرصة أعطيه لأن ما أريد أضيع وقت البرنامج. الحسين قبل أن يتوب هل كان منكم ولا لا؟ تفضل. وردت الشيعة. الله المستعان، أجب على سؤالي. الحسين قبل أن يتوب، سمعتم إخواني يا أهل السنة، عندكم الحسين يرتكب المعاصي، يرتكب الضد الإمام المفترض الطاعة، وبعد ذلك الحسين يتوب، يعني يذنب بخروجي على هذا هو الحقيقة. ولذلك الآن بدأ التهريج. وردت إيش؟ واحد زائد واحد اثنين. الحسين ليس منكم في إسلامه ولا في أمواله، كذب هذا الذي تدعونه. قلت لا، أنا أنزه الحسين. لماذا؟ لأنه تاب من هذا الأمر. إذن قبل أن يتوب قد وقع في المحظور. فين الورطة الآن؟ أنت اللي تورطت. ولذلك أخواني هؤلاء يبقون مطاطئي الرأس. يا أهل السنة بالله عليكم، أهؤلاء من ترفعون بهم رؤوسكم؟ أهؤلاء فخركم؟ أهؤلاء محاوريكم؟ أهؤلاء رمزكم؟ أهؤلاء من تقدمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سيدنا، أنا قبل أن أقدمك بس أقدم الأخ من أمريكا. نعم. تفضل اخونا من امريكا. بس حجي 30 ثانيه. ابن حجر في الحديث اللي انت ذكرته يقول والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من اهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدا بالقتال ظالما. الله اكبر. ابن حجر في حديث من حمل على الكتاب، في كتاب في فتح الباري لابن حجر، واذا تريد هذا على الشاشه. شفتوا اخواني او شفتوا شيعة اهل البيت كيف يستدلون ويورطون الطرف الآخر؟ لا ممكن. والله ما عندهم أي. إن شاء الله. هذا السلام عليكم ورحمة الله. هذا كتاب هذا بن حجر صحيح البخاري كتاب الفتن حديث عبد الله من حمل علينا السلاح. شيخ علي ويانا سيد علي. بس لحظة عزيز حياك الله، أرحب بمشاهديك ومستمعيك وبالحضور. أخوان هذا الرجل، هذا الرجل بس لحظة، هذا الرجل المتكلم من أحب الناس إلى قلوبنا إحنا الثلاثة، سيد علي. هذا رجل يعني هو تلميذ ابن عثيمين، درس عند ابن عثيمين ورجل منصف ويعز حبيب القلب العزيز السيد ميثم حفظه الله تعالى. الله يرحمه. يطرح
عموما ان البيعه هي اعتقاد وقول وعمل، البيعه دائما عقد ووفاء في العهد ونقضه غدر، فلم يكن يوما يزيد ذو بيعه، حتى عندما ننظر يعني في الروايات اذا كنا منصفين نحن اهل السنه فنرى ان الحاكم في حديث صحيح على شرط الشيخين عندما ذكر له عندما أراد أن يبايع معاوية لابنه يزيد فماذا قال له؟ قال مروان إنها سنة أبا بكر وعمر، قال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر، فقال أنزل الله فيك والذي قال لوالديه أف لكما، فذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها فقالت كذب كذب والله ما هو به، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فرض من لعنة الله، هذا ما ذكره طبعا الحاكم وهو على شرط الشيخين أكون العزيز الحاج وعد الله يحفظه. فأنا أخذ منها الرواية كذلك من قال إن أبا النبي كافر نجس فكانت ترى عائشة بمفهومها الشرعي أن ذلك يكون فرض من النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من هذه الرواية لنرى اعتقاد القوم كيف الحرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من حارب علي وحارب الحسين عليه السلام وحارب عتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أخذ ما رواه ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة والكثير هناك لها عدة طرق هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا حرب لمن حاربكم وسلما لمن سالمكم، فأنا أستشهد بآية في كتاب الله سبحانه عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ألم يكن كذلك حرب لله ولرسوله؟ كل من حارب عتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حارب الله ورسوله، وحق عليه أن هؤلاء إنما يسعون في الأرض فسادا، فالواجب أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، كل من حاربهم فقد حارب الله سبحانه عز وجل وحارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من حارب علي فنحن نعلم أنه حارب حبيب الله وحبيب رسوله الذي يحب الله ورسوله في ما اتفق عليه الشيخين في رواية راية خيبر، فهو قد قاتل من يا أخوان؟ قاتل أمير المؤمنين حبيب الرحمن، فهو قاتل الله سبحانه وعاد الله سبحانه عز وجل بالنسبة لمعاوية. أما بالنسبة ليزيد فهذا الحسين عترته سيد شباب أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء المؤمنين، حفيد سيد الوجود، سيد الخلق على الإطلاق، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي ضحى بنفسه وماله وبنيه وعترته ورحمه لأجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول، ليكمل وليرى الآية البينة في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جده النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل ظلما ولم يكن هناك إلا أن نجد قول الحق سبحانه عز وجل أن يجسد حكمه في هؤلاء أنهم قد حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. نعم مجمعين الجمهور عندنا كسنة أنه سعى في الأرض فساد يزيد، وواجب على المسلمين حينها والمؤمنين إلى هذا اليوم أن يقتل ويصلب وتقطع أيديهم كل من وافقه، وافق يزيد أو وافق معه أو وافق غيره على عترة آل بيت النبي الذي يوصي بهم قل لا أسألكم عليه أجرا، كل ما أتيت بهذه الرسالة إلا المودة في القربة أعظم درجات الحب بعد أن يتعدى ويتجسد الحب الحقيقي، فكن المودة هنا. أين المودة؟ كفروا بحكم الله سبحانه عز وجل
في مودة أهل البيت. نعم كفروا. أين وصية النبي؟ أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم، أعيدها ثلاثا عليهم. فهل هذه الوصية الحقيقية؟ هذه أبكت وأدمت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه الحادثة، هؤلاء قاتلوا النبي، هؤلاء من أبكوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ولده الحسين. فأنا أستغرب لهذه الأصوات التي تجعل اليوم من الشيعة من سواهم من غيرهم أن يكون لهم أن آل البيت حكرا لهم فقط. لا، آل البيت لكل من قال لا إله إلا الله محمد أن يحفظوا حقهم ويحفظوا مقامهم ويحفظوا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرع الله في كتابه بحق هؤلاء، وتقديرهم وتوقيرهم وتعزيرهم ونصرتهم ومحبتهم ومودتهم ونصرتهم. حرب لمن حاربكم، حرب. النبي يقول لفاطمة وعلي والحسن أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. فقد حارب الله ورسوله فيما قاتلوا به آل بيته وعترته. جزاكم الله خير فيما تطرحون في هذه الدوحة الطاهرة الشريفة التي أرادها قبل أن تختم. شيخ قبل أن تختم، طبعا أخواني الأخ درس عند ابن عثيمين، أولا جزاك الله خير الجزاء مولانا حيدر الحلو رحمة الله على والديك على ما قدمت. أخونا الحبيب التلميذ ابن عثيمين، قبل أن تختم بكل صراحة أنا أسألك السؤال، وباقي عندنا 8 دقائق تقريبا على الفضائية قناة الحجة الفضائية. أنتم في مجتمع سلفي، وأنتم كنتم في هذا المجتمع لابن عثيمين، هل هذا المجتمع كان ينظر على طاعة الإمام الفاسق؟ هو هذا الأمر الذي قاد الناس اللي نستمع إليهم الآن في البرنامج إلى أنهم يثنون على خلافة يزيد بن معاوية؟ يعني عندنا أحد الأخوة يقول أن ما قدم يزيد بن معاوية 1,000,000 مرة أفضل من علي بن أبي طالب عليه السلام. فهل هنالك تأثير في هذه البيئة اللي كنتم أنتم تدرسون فيها؟ إذا هذا يتهم أم المؤمنين عائشة عندما رفضت بقول عبد الرحمن بن أبي بكر، عندما قالت عندما رفضت هذه البيعة وغضبت وقالت والله ما هو، لو شئت أن أسمي لسميته، وهؤلاء أرادوها كسروية بما كان من 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 ملوك الروم أن 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 يجعلوا البيعة لأولادهم كسروية هرقلية، هكذا كانت تراها عائشة رضوان الله عليها. فإما أن يتهموا عائشة بجهلها بهذا الرفض، لعن نظروا هؤلاء وخالفوا أم المؤمنين، تلفي دينكم من الحمية، خالفوا أم المؤمنين في ذلك. نعم يا حاج وعد، من يقول إنما أرادوا خلاف الشرع وخلاف الدين وخلاف السلف، من يأخذ هذه الأقوال ويأخذ هذا المنظور وهذا المفهوم إنما هو خلاف السلف. السلف هو ما كان عليه النبي وصحابته رضوان الله عليه السلف الأول، لكنهم خالفوا السلف الأول، خالفوا عائشة، خالفوا الأصحاب، خالفوا عترة النبي، خالفوا هؤلاء من أجل يزيد لأنه حكم. أنا أسألك سؤال حاج وعد وأسأل الجميع، هل يعتد ببيعة مكره؟ هل يعتد بقول أو عمل مكره؟ ما كان من الحسن رضوان الله عليه وعليه السلام، وما كان من الحسن وما كان من غيره عندما قال يصلح الله به طائفتين من المؤمنين، هؤلاء من كان مكرها هل يعتد بعمله بفعله بقوله ببيعته؟ لا يعتد، قطعا لا يعتد. الله أكبر. شفتوا يا أخواني، شفتوا هنالك سنة من قبيل الأخ خالد محمود من مصر من السعودية، الأخوان هنا الأخ من الخليج، ويدرسون عند ابن عثيمين. لكن هذه رسالة إلى الشيعة، سيد ميثم راح أعطي مجال الآن، رسالة إلى الشيعة أنه حتى الذين يدرسون عند الشيخ ابن عثيمين وعند ابن باز، انظروا إلى النور الذي في هذه السكة في نهاية النفق، لابد وأن تجدوا هنالك من ينتصر لمحمد وآل محمد. لا تضع الدول والطلاب والمؤسسات كلها في كفة واحدة، فلرب إنسان درس وتعلم على يد الوهابية السلفية إلا أنه في آخر عمره عرف الحق واتبع الحق. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات نورا في طريق كل من يريد أن يبحث عن الحق. سيد ميثم الموسى وآسف، ملاحظة بسيطة أبو مصطفى، يسمح لي أخوي أبو محمد،
ملاحظة بسيطة، اليوم لو قدمت أبا بكر، شوف لوين وصلنا، لو قدمت أبا بكر أو عمر أو عثمان رضوان الله عليهم، قدمت علي عليهم، لقالوا بك أنك ليس من أهل السنة والجماعة، بينما سنة أبا هريرة عندما قال والله ما احتدى الحذاء ولا ركب المطايا ولا وطأ الثرى مثل جعفر، فكان يقدم جعفر على الأربعة. فيا شيخنا الحبيب خلنا على سنة أبو هريرة، هل نمشي يعني عندما نفضل علي على غيره؟ أحسنت أحسنت. الله يبارك سيدنا، إذا عندك كلمة للأخ الشيخ من عثمين. نعم الأخ الفاضل الحبيب السيد علي الله يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله، واشتقنا لسماع صوته كثيرا، وأطلب منه إن شاء الله يراسلني إذا يسمعنا إن شاء الله. طيب الأخ كاليميرا أو محمد كاليميرا، الأخ كاليميرا يسمعني؟ صوت جيد جيد، إيه سمعك. طيب أخوانك سأل السؤال، سؤال جميل جدا، أنه الإمام الحسن عليه السلام تقول بايع، إحنا ما نقول بايع، نقول صالح معاوية، طيب ولم يبايع لم تثبت عندنا بيع الإمام عليه السلام ولا لأي إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. طيب قلت أنه هل أمر المؤمنين الذين كانوا معها أو شيعتها أن يطيعوا معاوية؟ أنت لو تقرأ بنود الصلح التي ذكرتها، الإمام الحسن عليه السلام اشترط عليه أن لا يتسمى بإمرة المؤمنين، لا يكون أميرا للمؤمنين. أما هذه الحجة التي تطلقونها كون عندكم البخاري صحيح من الدفة إلى الدفة، هذه الرواية التي في صحيح البخاري ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذه رواية من أخونا؟ رواية من الصحابي اللي رواها؟ جاوبني على من سؤالي أولاً، أنا أنتظر السؤال. أجاوبك على سؤالك بس جاوبني الآن، أنا ما قاطعتك في وقتك. هذه الرواية رواية من الصحابة التي روا هذه الرواية في صحيح البخاري؟ هو هذا اللي جلدوه سيدنا مو؟ أحسنت، هو أبو بكر. أبو بكر أخواني الأعزاء الأفاضل مع أشقائه الموجودين زياد ونفيع ومعبد وغيرهم، هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة وأمهم معروفة بسرعة دقيقة قبل. نعم شهدوا على المغيرة بن شعبة بأنه زنى بالصحابية أم جميل قرب مسجد البصرة. طيب فجاء زياد قال أنفسير على لحظة مين زنى بمين؟ سيدنا مو عندنا بث، أرجوك عوائل عندنا، مين زنى؟ الصحابي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه زنى بالصحابية أم جميل زوجة الصحابي أبو جميل، ابنها اسمه جميل، حينما ابنها اسمه جميل. نعم وشلون زنى الزوجة؟ ثلاثة شهدوا عليها، الرابع هدده عمر فغير شهادته وبأسانيد صحيحة. الآن أقرأ لك. طيب سيدنا أبقى أبقى يا سيدنا الله يبارك بكم. أخواني سنبقى نبث، لا تخرجوا من البث، والأخ معنا الشيخ كاليميرو وباقي الأخوة والأخوات، لكن كما تسمعون مسألة بسيطة ألزمناهم بإلزام من كتبهم وكلهم يفرون. والله هذا السؤال لن يستطيع أي إنسان من المخالفين أن يجيب عنه إلا أن يبرأ إلى الله من يزيد. بقي سؤال سألني، قال إنه إذا شيعي وشيعي تقاتلا فهل هما في النار؟ إذا قاتلني هذا الشيعي وعندي هذا الحديث مروي عندي أنه إذا تقاتل من حمل علينا السلاح فليس منا، وأنا عندي هذا الحديث صحيح، فالتزم بما تلتزم وأقول أنه في النار لأنه قتلني وأنا عندي حديث من النبي. التزم أنت كما أنا التزمت. شوفوا جواب الشيعي مباشرة بدون لف وبدون دوران، عندما نلزمهم بهذا الأمر يقولون لا النبي كان يقصد كذا والنبي كان يقصد كذا. طيب أعطينا قول النبي، ما في، هي ترقيعات من الشراح، وسوف نستمر إن شاء الله في هذا الموضوع يوم غدا في العاشرة بتوقيت مكة، سوف نبقى نبث، لكن مشاشة الحجة الفضائية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سيدنا الآن ألزمت كاليميرو، رجع هو الآن
ونرجع إلى البث ألزمت أنا. بس قبل الأخ كلميرو الأخ الفاضل كلمة خلا أشوف. ليش تكذب على الناس؟ ليش تدلس على الناس؟ شلون؟ إذا تلقى سيوف المؤمنين موجودة بالحر العاملي، موجودة بسائل الشيعة بالحر العاملي، إذا تلقى سيوف المؤمنين فالقاتل المقتول بالنار. إذا يا وعد الله من أنت عندك كلمة تقاتل المشرك الشيعة فيما شنو المشكلة؟ لحظة 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 سيدنا، احنا نتكلم في حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، موجود تقول في الحر العاملي. الآن إذا قاتل عندكم حديث بالحر العاملي بسأل الشيعة. لا لا عمر 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 استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر الشيعة مؤمنين. وحدة 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 وحدة، احنا كنا نتكلم وتقول ليش تكذب. أنا تكلمت في حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، وأنت كذبت. قرأنا بالله الحديث وين موجود الآن؟ موجود بسائل الشيعة. أنت طلع أنت طلع قدام الناس. أقرأ أقرأ بسائل الشيعة. أقرأ أقرأ مع السند تفضل. إذا التقى سيوف المسلمين أقرأ القاتل المقتول بالنار. أقرأ يا حبيبي أقرأ مع السند. هذا ما موجود؟ ما موجود هذا؟ ما أدري. أقرأ أقرأ أقرأ. طلع انت طلع انت مو عندك انت مو عندك حبيبي على المقطع. شوفوا يا شيعة يا شيعة ويا سنة، انا لماذا اقول هدوء؟ لا 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 ما في واحد ما في ما في واحد ولا وطيت صوتك وطيت صوتك. اسمع ما في هروب. انت قلت موجود اقرا على المدعي البينه، لا تهرب الى موضوع اخر، لا تهرب الى موضوع اخر. اقرا. جيد جيد هستجيب لك اياه. يلا هستجيب لك اياه. القاتل والمقتول اذا لا 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 احنا نتكلم عن من حمل. بابا لا تكذب، عيب لك بابا، عيب عليكم والله بلونتو. من حمل علينا السلاح اخواني، كم مره كررت الحديث؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. تفضل جيبه. ما يسمعني. والقاتل المقتول انت لا 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 سوف ناتي ناتي الى هذا الحديث. اول شيء اعلن اعلن الرايه البيضاء، اعلن شجاعتك، اعلن شجاعتك يا رجل. عيب عليكم والله والله، لو انا منكم سني ما ابقى على عقيدتي دليل. عار والله العظيم عار لك بابا، عيب. انا تكلمت قلت حديث من حمل علينا السلاح ليس منا، وجئت بالحديث اخواني كلكم سمع، وانا جئت بالحديث من هذا الكتاب. شوف اخواني هذا الكتاب الذي جئت به من ابن باز، انا اظهرته من كتاب ابن باز. وين راح ابن باز؟ ابن باز وين وضعته؟ وضعت كتاب ابن باز في بداية البث، ما أعرف وين راح ابن باز. في بداية البث وضعت الحديث من مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز. الآن أنت تريد تغير الموضوع وتهرب إلى حديث آخر، ليش؟ ليه تورطت؟ فتفضل أخونا الحبيب عمر بدون لف ودوران اقرأ لنا سند الحديث كاملا. تفضل. انت قلت انت ايش قلت؟ قلت احنا اني اذا عندي هيك حديث فانه اللي يخرج علينا بالنار. انا جبت لك حديث انه بعد اقوى من الحديث اللي عندك. ما لد اقوى ما لد اقوى، اقرا الحديث وبعدين روح له. صفحه 148. اسمع 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 بابا، لا ناخذ مداخله. شوف لا تقول بابا، اخونا 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 اصبر. لا تهرب لا تهرب لا تهرب من الموضوع ولا انزلتك. لا تهرب، عيب عليك. قول انه ما عندي هذا الحديث، قول انه عندي حديث اخر. تفضل قول انا عجزت واريد استدل بحديث اخر. تفضل. لا لا ما عجزت ما عجزت، بس عندي حديث. لا تجيبه، جيب الحديث. اصبر اصبر ما, ما ما في هذا الكلام. الان نتكلم في حديث معين هو موضوع الحلقه، وصلنا من بدايه الحلقه وصلنا ساعتين. انتوا الان شوفوا اخواني، ارفع الراية البيضاء وتعطي رأسك. انا شرفع الراية البيضاء. اسمع اسمع انا ما تعطي، انت تعطي رأسك، انت تعطي رأسك اصلا. اسمع هذا تفضل اصدمني اصدمني بالحديث اصدمني بالحديث، وإلا قل انا عاجز عن ان اتي بالحديث الذي ذكره وعد اللامي. واضح وانني عاجز. وتفضل قل سأهرب إلى حديث آخر. تفضل.
انت فاتح هاي حتى تفرج وحدك غير تسمع العالم، انت بس انت تتكلم عندك الحديث. لا الحديث عندك هذا ثاني ولا هو ولك ثاني ولا هو ثاني ولا هو يا مخ يا بشر وضحوا لك ثاني ولا غير حديث يا مخ الله اكبر على هؤلاء. لك ايش قد ظلم هؤلاء؟ عجيب هذا الدماغ شنو محشش فيك انت؟ في داخل دماغك شنو؟ قول انا حديثك ما عندي، عندي حديث اخر واريد اقيم عليك الحجة بحديث اخر، لكن الحديث اللي هو موضوع الحلقة ما عندي. اخواني الحديث اللي هو يريد ان يستدل به، اذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني أنا مسلم وقاتلني مسلم، اثنين نروح بالنار. طيب اركنا على حديثنا شنو؟ إذا خرج علينا من حمل علينا السلاح احنا ما نروح النار، هو ليس منا، هو ليس منا، احنا شو دخلنا بالنار؟ فيريد يخلط الأمور ويريدني أتركه. فهمت؟ دماغك شغلته والله عجيبة. يعني يا ناس أريد لي واحد بالبث يصعد ويانا شوي يشغل عقله، يعني عيب. قول ما عندي، عندي حديث آخر أريد أدخل المسلمين بالنار، ألتزم معك بهذا الحديث وأناقشه. الجواب أنبت أنا غير رابع فروخ المظاهر، أنا أبغى واحد شيخ عالم، أنا بباهر الشيخ العالم صحيح أن يزيد فرج الشرعي، فأنا بباهر أنا بقول يزيد ليس بعين شرعية. هذا السلام عليكم حاج وعد. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام أخونا. هذا أبو شسمة أبو كاليميرو نعم، يقول إنه بيعة يزيد بيعة شرعية. تفضل باهلة أخونا، تفضل ناقش. يا أستاذ وعد ما تسمعني؟ لا أنا ما سمعتك لما سألتك السؤال اللي هربت منه واللي أول كلمات قلت الحسين تاب من ماذا؟ كتبك. لماذا تنكر أن الحديث غير موجود في كتبك؟ لماذا؟ الحسين شوف يريد يهرب. يا الله والله والله لو أنا مو مثل خالد، لو أنا من هؤلاء وهكذا أوضع في، والله ما أبقى دقيقة واحدة وأنا سني. الآن بدينا بنقاش. إيش الموضوع هاج وعد؟ إيش الموضوع؟ إيش الموضوع؟ عمي اسمعني الموضوع. الآن عندكم حديث صحيح يقول الآتي: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا في البخاري ومسلم. من يقول من حمل علينا السلاح؟ يعني مين اللي يحمل السلاح؟ من الراوي؟ عمر أحسن عبد الله بن عمر. شوف أنا ليش أحب أبو أديب، لين يقول مين الراوي، أريد يقول مين الراوي لين يريد الحق، يريد الحق. الآن أطلع لك الحديث من حمل علينا، استخرجت قبل قليل. اسمع أخونا، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. فضل هذا في البخاري. إيه صحيح الحديث، ها كتبته صحيح، هاي بالدرة والسنية موجود كمان أيضا رحمة. صحيح. شوف إيش الإشكال عندك الآن؟ هدو. الآن الحسين عليه السلام حمل السلاح على يزيد بن معاوية وجيش يزيد بن معاوية، من يقول أن بيعة يزيد بيعة شرعية؟ إذن الحسين حمل السلاح عليهم، إذن الحسين ليس منكم. من سرك تأفقط هذا الحديث على هي الشخصية حاج وعد؟ أنت ليش تأفقط على كيفك وتطبق تقطع رأس هذا وتحط هذا؟ من سر هذا الكلام؟ أول شيء الحسين خرج من أجل ماذا؟ لحظة خليك معي. هل الحسين خرج من أجل ماذا ضد يزيد؟ خرج من أجل ماذا؟ حمل السلاح ولا لا؟ جاوبني. حمل السلاح ولا لا؟ ما حمل سلاح. هي أول نقطة. شو حمل؟ ما حمل سلاح. حمل شنو؟ حمل توثيق. الحسين ما حمل سلاح، كان وراء جيش
يوحى قاتل هي أول لا ينطبق هذا الحديث. أدري يا أبو أديب نقطة على راس الحسين كان يقاتل بتوثية لو سيف عنده. ما خرج بالسلاح يا رجل. وين عجيني كتاب انه قال الحسين خرج بجيش راح يقاتل الحسين؟ ما قتل الحسين عليه السلام. انا قلت يا رجل روح يا رجل روح انت افتريت على الامام. اتق الله ما خرج بسلاح. هذا سيد واحد يا ناس راح يقاتل ياخذ اهل بيته ونساءه ويروح يقاتل. عقلكم يا شيخ. يقاتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك مو كانت نسوان ويا النبي يقاتلن اثنين هنا خذن عائشه وحفصه يعني ادري عائشه مو صعدت لها على جمل 1400 سنه وتقولون أرادت أن تقتص من قتلة عثمان؟ يعني إيش عجب عائشة مرة وتقاتل حلال، وإحنا لما الحسين عليه السلام يجيب أهل بيته حرام؟ إيش عجب يعني إن الحسين صعد أهل بيته على جمل مثل عائشة؟ ما بي شيء. تفضل سيدنا. طيب الأخ يقول إن الحسين عليه السلام يا أبو أديب الآن تقول إن الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج بالسيف ولم يقاتل، يعني أنت متأكد من هذا الكلام؟ نعم. يعني الحسين اعتدوا عليه هم، مو هو اللي اعتدى عليهم. هم اعتدوا عليه. وحينما اعتدوا عليه قاتل أم لم يقاتل؟ نعم. هو الكلم اعتدى عليه وليس هو العادي. قاتل أم لم يقاتل؟ الله يسمع عدالة الإمام الحسين يا رجل. قاتل أم لم يقاتل؟ الحسين لم يقاتل، لم يخرج بالسلاح يا رجل. هم اعتدوا عليه. تقول اعتدوا عليه، هل قاتل أم لم يقاتل؟ قاتل دفاعا عن نفسه. قاتل يا أخونا يعني قاتل ولا لا دفاعا؟ قاتل دفاعا عن اليوم يا حاج وعد. اليوم أنا جايك وأقاتلك، توقف لي يعني ولا تدافع عن نفسك؟ أقاتلك يعني قاتل عليك. إيه أقاتلك يعني قاتل. خلاص هذا الآن أنت خرجت فوق القتال وتطلب مطالب. اليوم انت تقول الحسيني قاتل، ليش طلب مطالب؟ اذن هو قاتل. لحظة، هو السيد بابا. طينا مجال يا رجل، والله عيب. طينا مجال الان. هم انت تقول هم، بس اسمعني حتى انا ابين للسيد. الان هم خرجوا، هم قاتلوا الحسين لم يقاتل. هم قاتلوا فهو دافع عن نفسه، إذن هو دخل في القتال، إذن قاتل، صح؟ هو قاتل دفاع عن نفس، مو المهاجم. يعني خاض المعركة. ولك الله أكبر يا ربي. أبلغ البث يا ناس دافع عن نفسه بين إنسان مهاجم. هل كان الإمام الحسين مهاجم؟ لا. اسمع الحسين. أجاوبك. الحسين. لا تلف ورد حاج واحد. أنا أعرف شلون أنت تحور الأمور. لما نفكك العبارات وياك الآن، شوف قل لي كان مهاجم أو مدافع فقط. ما أريد من عندك أكثر، بس كلمة واحدة. مدافع أم مهاجم؟ مدافع. يا شيعة شوفوا جواب. مدافع. مدافع. أحسن. اي خير. شنو؟ كتر الله خيرك الان. جزاك الله كل خير. اي ثم الحديث اللي جبته الان لا ينطبق على حديث ابن عمر، لا ينطبق على الامام الحسين. نقطه على السطر. تسمح لي اتكلم؟ ماشي. اي اسمح لك، تفضل. الحسين عليه السلام جاءوا فقاتلوه، فهو حمل السلاح عليهم فرد فقاتلهم، صح؟
اقول لك مدافع عن نفسه، ترجع تقول لي هو هاجمهم وقاتلهم. شخص 79 شهر يهاجم جيش 4000، هذا يسمى مهاجم؟ تفضل سيد. 4070 شخص يا رجل. الخلاصة بغض النظر عن السبب، الآن الحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث الآخر يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب الآن بغض النظر عن السبب، الحديث ما أعطى سبب، ما أعطى مبرر. الإمام الحسين عليه السلام عندك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن غيره، حمل السلاح أم لم يحمل السلاح؟ يعني انت يا سيد ميسم انه تحط القاتل والمقتول بخندق واحد؟ يا رجل انا اتقيد، انا اعبد بالنص، انا عندي نص. اسمع خلي اعلمك هاي القاعده، خلي اعلمك هاي القاعده. انا عندي نص، انا كسني عندي نص، اتعبد بالنص، لا يجوز لي ان اتجاوز النص. النص الحديث ما أفسر، أرجوك لا تقاطعني المرة الثانية، أنا ما قاطعتك. أنا عندي نص جاءني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عبارة عن وحي. أنا كسني نص سنة وحي. ما هو الوحي؟ الوحي يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. سؤال لماذا؟ قال الأول لأنه أراد أن يقتل صاحبه، وأما الآخر فحمل السلاح وأراد قتل الآخر، فلذلك كلاهما بالنار. النص ما في مجال للزيادة والنقصان، هذا حمل السلاح دفاعا عن نفسه، وهذا حمل السلاح دفاعا عن كذا، وهذا عن بعيرة، وهذا عن لا، القاتل والمقتول في النار. إذن بناء على هذا الحديث عندك الإمام الحسين عليه السلام والعياذ بالله في النار. الحديث الآخر يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب ذولا جاءوا ينفذون أمر الخليفة، وأنتم عندكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. سيد ليش تقول والعياذ بالله؟ وما عندهم الحسين في النار، الحسين خارج عليه. هذا الكلام ترقيع. الآن يزيد في وقته من أولي الأمر، يزيد بن معاوية، وقته من أولي الأمر ليس من أولي الأمر. شأن أبو بكر شأنه، شأن عمر شأنه، شأن معاوية من أولي الأمر. والآية عندكم تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعندك باعتبار أنه الحسين عليه السلام من عندي يجب أن يطيع أولي الأمر. طيب جاءوا الجيش، سلم نفسك، المفروض يسلم نفسه، ما يحمل السلاح عليهم، فحمل السلاح عليهم، ومن حمل عليه السلاح علينا السلاح فليس منا. سيدنا هاي عيدها بس أسمع الأخ علي النصار. لحظة أبو أديب، والأخ علي النصار صار له ساعة ونص على الخط، تفضل علي النصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك حاج وعد بالشيخ والسيد ميتم وكريم. الله يبارك. مقولتك اللي دائما تقول حق لكم ان تبطروا. نعم احنا نفخر فيكم حاج وعد ميتم وكريم، نفخر فيكم. نعم، وحبيت بس اثني على كلمه الدكتور علي، الله يجعل سلامك في ميزان اعمالك بقول الحق اللي قلته قبل شوي. عندي سؤال ولو انه شوي خارج الموضوع ولكن اسريع. تفضل. انت دائما تقول نفكك العبارات. كلمه فكك العبارات هذه كلمه جدا مهمه. الكتب السته المعتبره عند اهل السنه وبالذات صحيح مسلم والبخاري، استوقفني قبل كم يوم سيد ميثم قال في المستدرك على الصحيحين كان في راوي اسمه اسماعيل بن ابي دويس كذاب متهم بالوضع، وكان كان يقول عن نفسه لانك الضعيف قوي، وابن حجر كان يقول لم يروي له البخاري ومسلم بكذبه. في رواه في صحيح البخاري اللي انا حتى اذا انت تاكد لي المعلومه هذه صحيحه ولا لا، مثل الدحيم الشامي يقال انه كان يسب الامام علي 70 او يلعنه 70 لعنه بعد كل صلاه، وحريز بن عثمان الراهبي
كان يكره الإمام علي لما كانوا يقولون ليش تكره الإمام علي، قال هو قاتل أجدادي في صفين. عمران بن حطان اللي قال شعر في قاتل الإمام علي يا ضربة من تغيير ما أراد بها اللي يبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لا أذكره حينا فأحسبه أوف برية عند الله ميزان. يقول في قاتل الإمام علي، أقول الرواة في صحيح البخاري صحيح هذا الكلام حاج وائد؟ كلامك صحيح. طيب دحيم وحريز بن عثمان الضبي والفأفأة وهؤلاء طبعا أغلبهم من رواة البخاري كدحيم وغيرها. دحيم كان يقول من قال إن الفئة الباغية هم أهل الشام فهو ابن الفاعلة والعياذ بالله، يعني حتى يشتم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول من قال إن الفئة الباغية هم أهل الشام فهو ابن الفاعلة. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام، يقول هذه هفوة من نصب، هفوة من نصب. فهؤلاء هم رجال البخاري. أحسنتم أحسنتم خطير. يعني لو فككنا الكتب كلها وبحثنا عن الرواة هذه، هل راح نجد فيهم الضعيف والكذاب وال هذا سؤالي. شكرا لكم ورحمة الله عليكم أخواني. أنا بس راح أرجع الكاليميرو بالسؤال، إذا ما يجاوب أمامكم. هو قال كاليميرو ما كملت ويانا انقطع إن شاء الله، بس خلي بس يجاوب أخونا الحبيب وشيخنا محمد الملقب بكاليميرو. أنت تفضلت أن الحسين عليه السلام أنه ليس منا في الإسلام وفي الإيمان وفي الأموال، ثم قلت أنه لما ألزمته قلت الحسين لا ينطبق عليه هذا الأمر. قلت لك لماذا؟ قلت لأن الحسين تاب. ممكن تشرح لنا للناس تاب من ماذا؟ وقبل أن يتوب هل خرج عن الإسلام؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سؤالي مات يا إخواني، ولكن نحن نعلم السعادة بعد اللامي فاتح صدره أين ولم يجب على السؤال. الأمر الثاني، نعم الإمام الحسين أصلا لم يخرج للقتال، حتى نقول أنه تاب أو ما تاب، الرجل ما خرج للقتال. لحظة، قبل شوي قلت أنه تاب إخواني، الآن يقول لم يخرج للقتال حتى شوفوا إخواني. أنا ليش أقول لكم دعوهم يتكلموا؟ لأن عندما يتكلمون يتورطون. بالله عليكم، وأنا أريد من الأخوة أن يقطعوا هذا الأمر. قبل قليل ألم يقول أن الحسين تاب؟ الآن يقول نحن لم نقول هو الحسين لم يخرج للقتال حتى نقول تاب ولا ما تاب. شفتوا إخواني الله يبارك بكم، شفتوا هؤلاء كيف يتورطون. طيب أخونا تفضل، شو اسمه حبيب ولا ما أعرف اسمك حبيب، تفضل. ثمانية تفضل أخونا، شنو اسم هذا أبو كريم؟ أنا ما أشوفه. شنو اسمك؟ حبيب الصفور. يعني هو الآن الصوت طالع وصوت. تفضل حبيب. طيب خلينا نزل شيخنا حاجينا رأسا، خاف يبلغون يعني.